خلال اتصال هاتفي، الرئيس السيسي والمستشار الألماني يؤكدان ضرورة منع اتساع الصراع ووضع حد للحرب في قطاع غزة. لليوم الثاني، الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الضفة الغربية وارتفاع عدد الشهداء إلى 17 فلسطينياً. المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تبحث آليات زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا والسودان وليبيا. التاسعة بتوقيت جرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولز، تم خلاله التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن تعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وتوافق الزعيمان على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم. وأكد الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بالمسار السياسي الشامل الذي تتم بموجبه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. من جانبه، عبر شولتز عن اتفاق رؤية البلدين حول ضرورة ضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة. أدانت مصر الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين. واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية بمثابة إمعان في انتهاك القانون الدولي وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية. كما حذرت القاهرة من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية وتعمد استهداف المزيد من الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على قطاع غزة وانتهاك المقدسات في القدس الشرقية. بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيرات الإندونيسية تطورات أزمة قطاع غزة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية، حيث توافق الوزيران على إدانة الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الحالية في غزة والضفة الغربية. اتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي على أهمية التنسيق في إطار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية واستمرار نشاطها واستمرار العمل لوقف إطلاق النار بصورة عاجلة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينيين. كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الرؤى والتقييمات حيال القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع بعد التحية. أستاذ أكرم، إذن في اتصال هام بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز تناول العديد من القضايا الإقليمية الهامة، وكان هناك يعني العديد من توافق الرؤى حيال القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية. تفاصيل ما دار في هذا الاتصال وأهميته في التوقيت الحالي. أهميته طبعا بعد التحول الكبير الحقيقة الإجرامي الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية ونقل الصراع بشكل كبير، ويعني ممارسة جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالرغم من عدم وجود أي أسباب منطقية. يعني بنيامين نتنياهو الحقيقة بيعتقد في المنطقة إلى خطر حقيقي، وده اللي حذر منه الرئيس أكثر من مرة. وطبعا يعني الرئيس مع المستشار الألماني وقبل ذلك في الاتصالات المختلفة تؤكد أهمية المجتمع الدولي يتدخل. طبعا المجتمع الدولي في وضع صعب
وضع شديد الضعف مع الولايات المتحده كمان في حاله المناقشات، بالرغم من ان الولايات المتحده كانت طرف في الطروحات الخاصه بوقف الحرب والمسارات المختلفه، الا انه الولايات المتحده يعني نتنياهو بيمارس ابتزاز تجاه الولايات المتحده في فتره الانتخابات، بيرى انه الديمقراطيين ضعفاء بشكل كبير وعجزوا حتى عن تمرير رؤيه اسرائيل نفسها في مجلس الامن. وطبعا مع البشار الالماني هي ليس الاتصال الاول، وكان هناك لقاءات بعد بدايه الحرب الحقيقه، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما حاسم فيما يتعلق بالتاكيد على فكره انه مصر مع وقف الحرب ومع كمان نفاذ المساعدات، لانه ما يجري الان اباده جماعيه للشعب الفلسطيني ليس فقط من القصف او استمرار الحرب، لكن كمان من منع المساعدات خاصه مع احتلال المحاور لمصر، بايد ايضا الحقيقه حذرت منه وطلبت اسرائيل بالانسحاب من المحاور، رفضت التعامل مع الاحتلال طالما موجود في المحاور من الجانب الفلسطيني. فيعني كل الصوره الان والاتصالات سواء من جانب الخارجيه او من مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته المختلفه تؤكد انه هذه الحرب يجب ان تتوقف فورا وتبدا عمليه ادخال المساعدات، وانه الجزء الخاص بالضفه الحقيقه تحول كبير جدا وغير مسبوق. يعني نعم، دعني استاذ اكرم اسالك في هذا التحول، هذا التصعيد الحالي في الضفه الغربيه الغير مسبوق من عشرات السنوات في الضفه الغربيه، والذي حذرت مصر بشكل يعني صارم من تبعاته ومخاطره على القضيه الفلسطينيه وعلى المنطقه بشكل عام. ما الهدف من هذا التصعيد في هذا التوقيت، والى اين ياخذ يعني مسار يعني التصعيد في المنطقه بشكل عام؟ الحقيقه انه يعني حاله غير مسبوقه من المراوغه اتجاه المفاوضات الحقيقه اللي كادت تصل الى وقف لهذه الحرب سواء في الدوحه او انتقلت الى القاهره. الحقيقه منذ صدور قرار مجلس الامن في بدايه يوليو، وكان نتنياهو ربما كان يراهن على انه حماس ترفض الاتفاق او القرار، بالعكس حماس قبلته، بياناتها المختلفة أكدت أنها قبلت كل المساعي وقبلت كل الاتجاهات، ومع ذلك بيراوغ بشكل كبير. الحقيقة أنه نتنياهو برغم يعني هذه الحرب المدمرة لقطاع غزة ودخوله في جنين وغيره، بتطرح مأزق كبير جدا للتيار المتطرف ونتنياهو، لأنه لو كان حقق أي أهداف كما أعلن قبل ذلك، قال أن احنا حققنا انتصارات، ما كان يستمر في هذا الحال. الأمر الثاني هو حاول توسيع الصراع أكثر من مرة مع ايران ومع حزب الله بالاغتيالات لعمليات نوعيه. ايران وحزب الله خرجوا من الصراع تقريبا وقالوا ان احنا لا نهدف الى الدخول في مواجهه شامله. وبالتالي فنتنياهو هنا تاجر حرب الحقيقه، ويعني بياخذ المنطقه الى خطر مواجهه حقيقيه. ربما هو نفسه يعني اصبح هو دي اصبحت حرب نتنياهو ومطروح عليها، وبالعكس حتى داخل اسرائيل والكيان المحتل هناك عسكريين سابقين واطراف سياسيه بتحذر من هذا الامر، لانه المواجهه هنا تكون خطر حقيقي على السلم والامن الاقليمي والدولي بشكل كبير، خاصه مع يعني ضروره، دايما الرئيس بيحذر ضروره تدخل المجتمع الدولي انه يقوم. صحيح المجتمع الدولي ضعيف ومرتبك وغيره، لكن بالفعل الدخول في مواجهات اقليميه قد تفقد بعض الدول صبرها، وفي هذه الحاله ستكون المواجهه بالفعل خطيره، لانه هنا نتنياهو من اجل مستقبله السياسي او بقاؤه فاصل، لانه توقف هذه الحرب يعني انتهاء نتنياهو، لانه اذا الاسرائيليين او حتى المجتمع الاسرائيلي حاسبه اكتشف قد ايه الخسائر الاقتصاديه، الدمار حتى النفسي والاجتماعي وغيره. الامر الاخطر هنا هو انه قد تعود عمليات استشهاديه وعمليات اخرى وتفجيرات وغيره الى المجتمع الاسرائيلي، لانه اي حد رد الفعل من قبل الفلسطينيين بعد هذا الضغط دائما ما كان ينتج عمليات خطره بالفعل ستؤثر اكثر على الامن الاسرائيلي بشكل كبير. يعني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا لك.
ولليوم الثاني تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظتي جنين وطول كرم، فيما انسحبت من طوباس. وبحسب مصادر طبية، أسفر العدوان الأوسع منذ العام 2002 عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 669 شهيدا. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال وسعت عدوانها على طول كرم ليشمل مخيمها الذي إلى جانب مخيم نور شمس. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة واقتحام الحي الشرقي منها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية عن انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين. أعلنت فصائل فلسطينية خوضها اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طول كرم في محاور القتال المختلفة. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف تجاه أحد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه. هذا وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل ما يتحرك في المخيم، وتحديدا في حارة مربعة حنون، في الوقت الذي تواصل فيه نشر ألياتها في شوارع المدينة ومحاصرة مستشفيي الشهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي. هذا وتشارك في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية طائرات مروحية ومسيرات وعدد كبير من آليات عسكرية المعززة بالجرافات. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إن واشنطن أو غوتيريش دعا إسرائيل لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين في الضفة الغربية والامتثال بالتزاماتها ضمن القانون الإنساني الدولي. وطلب غوتيريش إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية في الضفة الغربية، كما ندد بفقدان الأرواح خلال عملية الجيش الإسرائيلي الموسعة بالضفة الغربية المحتلة. وبدوره أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية العسكرية العدوانية التي تشنها إسرائيل على الضفة الغربية. وقال أبو الغيط إن الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل في مدن شمال الضفة الغربية تمثل توجها خطيرا يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذا لأجندة اليمين المتطرف. وأضاف أمين عام الجامعة العربية أن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين لجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم سواء في الضفة الغربية أو القطاع المحتلة، تنفيذا لمخططات التهجير وتصفية القضية. هذا فيما استشهد 9 فلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون فجر اليوم في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفا عنيفا اليوم 28 بعد 300 على التوالي. واستشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال أحد المنازل غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ. وتطلق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ القرارة شمال غربي خان يونس وشاطئ حي تل الهوى غربي مدينة غزة، فيما يتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع وشمال غربي مدينة رفح جنوبا. علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة بعد إطلاق النار على إحدى مركباته في نقطة تفتيش إسرائيلية. وذكر البرنامج أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة، ورغم ذلك تم إطلاق الرصاص عليها. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
إن عمليات الإغاثة في غزة مقيدة إلى حد كبير بسبب الأعمال القتالية وانعدام الأمن وأوامر الإخلاء الجماعية التي تؤثر في مسارات ومرافق لنقل المساعدات. فيما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 212 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقالت وكالة الغوث في بيان إن مؤسسة الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من 1.5 مليون نازح بداخلها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيا وإصابة نحو 1800 بجروح داخل المراكز الأممية. هذا وأشارت الوكالة إلى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين. ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة. وبحث مجلس الوزراء إجراءات ضبط حركة الأسواق وتوفر السلع الغذائية والنهوض بقطاع الصناعة، إضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى المحافظات، إلى جانب ملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجاً. كما تابع المجلس ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات. وناقش الاجتماع استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما استعرض آليات زيادة الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا، إضافة إلى مناقشة إجراءات تيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا. كما استعرض الاجتماع كذلك المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعالمين، إلى جانب التوسع في استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية. يواصل نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية تقديم اليوم عروضا جوية رائعة في سماء مدينة العالمين بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة. وقدمت القوات أمس عددا من الاستعراضات الجوية المختلفة التي أبهرت الحضور والزوار بمنطقة النورث سكوير في العالمين الجديدة. ويأتي العرض الجوي المشترك الذي تنظمه القوات الجوية المصرية بالاشتراك مع القوات الجوية السعودية، يأتي في إطار الاستعدادات لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء. عقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية ودور الاتحاد الأوروبي في توفير الدعم الفني والتمويل لها. كما تناول الاجتماع مستجدات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال الربط مع كل من اليونان وإيطاليا. هذا وقال عصمت إن خطة عمل وزارة الكهرباء تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي أعلن استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.